تدارس المجلس تقرير الذي قدمه السيد رئيس الحكومة عن حصيلة ونتائج الحوار الاجتماعي، والذي شهد في الآونة الأخيرة تصارعا على مستوى لقاءاته، بحيث تم عقد تقريبا 7 لقاءات في الآونة الأخيرة مع المركزية النقابية. هذه اللقاءات التي أثمرت الوصول إلى نتائج لا يمكن الاستهانة بها على المستوى الاجتماعي، من شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي ببلادنا، وأن ترفع من قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. نوه أعضاء مجلس الحكومة بنتائج الحوار الاجتماعي، واعتبرت مجهودا استثنائيا وإيجابيا في ظرفية اقتصادية صعبة، إلا أن المعطيات المرتبطة بالشغل حتمت اتخاذ إجراءات للاستجابة لعدد من المطالب المطروحة، وخاصة ما يتعلق بزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر ب10% على مرحلتين على مستوى القطاع الخاص، ما يتعلق بالعلاجات الصحية وإدماج علاجات الأسنان، ما يتعلق بالدراسة الخاصة بإدماج الأبوين ضمن المؤمن عليهم، ما يتعلق أيضا بصندوق التعويض على فقدان الشغل والذي صادقت الحكومة على مشروع القانون الخاص به، أو ما يتعلق بإلغاء شرط 3240 يوم من أجل الاستفادة في التقاعد، مع تمكين المتقاعدين السابقين ممن تجاوزوا 60 سنة من استرجاع أموالهم التي سبق أن أودعت في إطار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منها بسبب عدم وصولهم إلى شرط 3240 يوم. من هنا عبر أعضاء مجلس الحكومة أيضا على أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج مقاربة سياسية تقوم على الحوار الصريح والمسؤول والواضح، مقاربة سياسية أثمرت أيضا الوصول إلى الاستجابة لهذه المطالب دون أن يكون ذلك يعني مؤطرا بأي حسابات معينة. في هذا الصدد كانت أيضا تهنئة من أعضاء مجلس الحكومة للسيد رئيس الحكومة ولمجموع الفريق الوزاري وللشركاء من نقابات ومقاولات على تمكن بلادنا من إنجاح هذه المحطة من الحوار الاجتماعي، وأيضا التعبير عن الإرادة من أجل مواصلة الحوار والاشتغال على القضايا المطروحة. هنا لابد من الإشارة إلى قضيتهم المقاولات، وهي أن الحكومة مثلما اشتغلت من أجل الاستجابة للمطالب المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، أيضا اشتغلت على الاستجابة للمطالب المتعلقة بالمقاولة المغربية الوطنية، خاصة الإجراءات 5 الشهيرة المتعلقة بإلغاء الفاصل الزمني بخصوص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، والمتعلقة بأداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة والتي بلغت حوالي 2 مليار ديال الدرهم، والمتعلقة بأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات وتقريبا أزيد من 1 مليار درهم، والمتعلقة أيضا باعتماد نظام جديد للصفقات العمومية يتعلق بمنح تسبيقات في حدود 10% فيما يخص الصفقات العمومية أقل من 20 مليون درهم من أجل تمكين المقاولة من الاشتغال. وفي نفس الوقت أيضا اعتماد ميثاق يهم الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية، وهي إجراءات تقريبا 5 إجراءات أساسية اتخذت هذه السنة تضاف لإجراءات اتخذت في الماضي، ومن شأنها أن تشكل دعم للمقاولة الوطنية.